بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نبدأ بفيديو رقم 2 من سكشن 3 بعنوان البونز من اليونت 3 اليونت الثالثة من البارت 2 سي ام اي 2020. هي اليونت 3 ستادي يونت 3 فاينانشال ماركتس اند تايبس اوف سيكيورتيز، الأسواق المالية وأنواع الأوراق المالية. هيا سكشن 3 بونز، هيا 3 من اليونت رقم 3، والعنوان تبع الفيديو راح يكون interest rates الفوائد. طبعا عندنا عدة عناوين وبالتالي بنعطي دائما العنوان الأول للفيديو هذا ومنكمل. طبعا حنكمل ونوقف عند المالتيبل تشويسز وبعدين نعطي المالتيبل تشويسز فيديو لحالها. خلينا نبدا. The term structure of interest rates is the relationship between، اذا المصطلح اللي هو تركيبة او تكوينة او مكونات الانترست ريتس، is the relationship between، العلاقة بين yield to maturity يعني العائد حتى تاريخ استحقاق السند، and time to maturity وكذلك المدة، العائد والمدة، المدة حتى استحقاق السند. أكيد العائد لعشر سنين بيختلف عن عشرين سنة، بيختلف عن ثلاثين. It is important، مهم جدا، to corporate treasurers، مسؤولي الخزينة تبعين الشركة، مسؤول الخزينة يعني الفلوس، إدارة الفلوس، who must decide، الذي يجب أن يقرر، whether to issue، فيما لو بده يصدر short or long term debt، ديون قصيرة أم طويلة الأجل، يعني سندات طويلة أم قصيرة الأجل. من الذي يقرر ذلك؟ corporate treasurers، مسؤولي الخزانة تبعين الشركة. And to investors، وكمان الانفسترز برضو لهم رأي في الموضوع ولهم قرار. Who must decide، الذي يجب أن يقرر، whether to buy، فيما لو بده يشتري short or long term debt، ديون أو سندات قصيرة أم سندات طويلة الأمد. إذا اثنين بيتخذوا القرار، مسؤول الخزينة تبع الشركة فيما لو بده يصدر short or term debt، وكذلك الانفستر فيما لو بده يكتتب أو يشتري باي يعني يشتري short or long term debt اللي هو السند طويل الأجل أو قصير الأجل. Higher interest rates on bonds lead to increased demand for bond investments، إذا الشركة بترفع الفائدة على السندات يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب من المستثمرين على السندات، أو زيادة طلب الاستثمار على تلك السندات، which decreases، والذي يقرر the demand for common stock، فالناس بتبطل تشتري common stock وبتروح على البونز لأن العائد تبعها مرتفع. causing، والذي يؤدي ذلك the price of common stock to fall، إنه ما دام قل الطلب على أسعار أو على سندات على أسهم، الأسهم العامة الكومون ستوك، الأسهم تبعت اللي هم الكومون ستوك هولدرز بيحملوا كومون ستوك، كومون ستوك اللي هي الأسهم العامة التي تمتلك الشركة بالنهاية، تفول ما بروحوش عليها، اشتروهاش، بصيروا يشتروا سندات ما عليهاش طلب، بصير تنزل أسعارها، لأنه المستثمر يعتقد بأنه البونز بتعطي عائد أكثر من السهم. Therefore، ولذلك it is important، مهم جدا، to understand how، لفهم أنه how long and short term rates are related، كيف اللونج والشورت
term rates are related and what causes shifts in their position. ما العلاقة بين long term والshort term rates الفوائد المرتبطة بالفترة 10 سنين و 15 سنة و 20 سنة، شو العلاقة بيناتهم؟ وكذلك ما الذي يسبب النقلة shifts in their position، بمعنى انه ايش بيخلي الفائدة بتاعت ال 20 سنة اعلى من الفائدة تبعت ال 15، اعلى من الفائدة تبعت ال 10 وهكذا. والرسم اذا بدنا نشوف الرسم الباني اللي بعد شوي هينازل معانا الان. The term structure is graphically depicted by a yield curve. اذا هذا اللي هو التيرم المصطلح حيه structure تركيبته تكوينته رسم بيانيا graphically depicted هيو by a yield curve. هذا الكيرفات بتدل على مستوى اليلد يعني الفائده، وين بتروح الفائده، بتزيد بتنقص كذا زي ما احنا شايفين بالرسمه اللي امامنا. تمام، يعني هي الرسمه هي قاعده الفائده عم بتقل مع الزمن، هاي الفائده قاعده عم بتزيد مع الزمن، رقم واحد. اثنين الفائده ثابته مع الزمن. ثلاثه الفائده نازله مع الزمن، تبدا عالي وبعدين بتصير تنزل، وهاي كيرف بتطلع 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 وبعدين بعد مستوى معين بتنزل وهكذا. خلينا ناقلين الرسم لهون نكمل. The graph above illustrates four common yield curves. هذا الرسمة توضح أربعة، واحد اثنين ثلاثة and أربعة curves اللي هي منحنيات، بتمثل إيش؟ بتمثل اللي هو اليلد بمعنى العائد، العائد تبع مين؟ تبع البونز. هون بقول four common يعني عامة، يعني أربعة متعارف عليها عامة. Since short term interest rates are usually lower than long term interest rate long term rates. بقول منذ أن، طبعا أنا بترجم مشان نساعد، short term interest rates إنه الفائدة قصيرة الأجل دائما أقل من الفائدة طويلة الأجل، يعني على العقد طويل الأجل أكيد، لأنه الفائدة قصيرة الأجل لخمس سنين البنك بيعطي، نفترض البنك أو أي طرف بده دينك بيعطيك فائدة، الأمور واضحة لسه، بينما بعد 20 سنة شو بعرفه، بالتالي بقول لك لا بدي أزيد عليك الفائدة، إذا تزداد الفائدة بزيادة المدة وتنقص بنقصان المدة. The yield curve is usually upward sloping. عادة اليلد كيرف عم بتطلع، شايف؟ upward شايف؟ هيك upward sloping. However, other shapes do occur sometimes. وهناك أشكال downward أو fixed. يعني بشكل عام هو هذا المعروف، هذا شايفين واحد؟ هذا هو المعروف، لكن مرات تتغير. خلينا نشوف الحالات. The various shapes are as follows. كما يلي. Upward sloping هي الأبورد رقم واحد، شايفين كيف طالع؟ بزيد الزمن بزيد الفائدة، هاي الزمن هون فائدته، الزمن زاد فائدته، الزمن زاد فائدته وهكذا. إذا long term rates are higher than short term rates. إذا الفائدة بعيدة الأمد طويلة الأجل بتكون أعلى من قصيرة الأجل. اثنين فلات ثابتة، هاي شايفينها؟ هاي رقم اثنين. Long term rates are equal to short term rates. بقول لك لخمس سنين زي لعشرة، زي لخمستعش، زي لعشرين، زي خمسة وعشرين. اوكي، قد تكون هناك فلسفات، لكن العائد يعني بمعنى المنتشر اكثر شيء رقم واحد. ثلاث downward slopes long term rates are lower than short term rates. هذا downward، يعني كأنه هذا بيعزز الثقة، بقول لك أنت إذا مشيت معي على حد 10 سنين ودفعت لي بعدين بصير أنزل لك. كويس، هاي معجبتني. ثلاث إذا بالبدايات الفائدة عالية، إذا التزمت معي بصير أنزل لك، أو بصير اتفاق هيك بصير تنزل الفائدة. رقم ثلاث، هاي ثلاث عم تنزل مع الزمن. أربعة همد، همد معناها يعني
بشكل منحرف، بشكل قصدي شو بسموه همد، معناها متواضع، بمعنى هنا كيرف يعني. intermediate term rates are higher than other rates، إذن هذه اللي بالوسط أعلى من الأول وأعلى من اللي بعد، اللي بعد منخفض واللي بنبدأ بالأول هنا قليل وهنا قليل، بس هنا أعلى شيء بالوسط. أي هكذا كل شركة لها طريقتها، أو كل اقتصاد له تفسيره، أو كل يعني بهالمعنى يعني. لدى المستثمرين بهكذا نوعيات تفسيراتهم، ولدى الشركات التي تطرح السندات للاستثمار للاستدانة من المستثمرين كمان لها فلسفتها، وبالتالي تجد من يتعامل مع هكذا الأربعة اللي قال عنها four common yields، common معروفين yield curve. interest rate risk، في خطر مرتبط بالinterest rate. interest rate risk is the risk that an investment security will fluctuate in value due to changes in interest rate. إنه هذاك في عندنا خطر نتيجة وجود interest rate، وهذا الخطر بيقول إنه خطر إنه investment security will fluctuate in value due to changes in interest rates، إنه الضمان تبع السكيورتي تبع الانفستمنتس سوف يتذبذب بناء على التشينج بالانترست ريت، وسنفهمها من خلال A ثم من خلال B. خلينا نشوف A. The duration of bond، استمرارية البوند، its term يعني مدته، is the best measure of interest rate risk، أفضل طريقة لقياس الخطر المرتبط بالانترست ريت. And generally بشكل عام the longer the time until maturity، كل ما زادت المدة، the greater the degree of interest rate risk، كل ما زادت الفائدة. هاي رقم واحد، كل ما زادت المدة كل ما زادت الفائدة. This is why the interest curve is usually upward sloping، لهذا السبب انه الانترست كيرف المنحنى تبع الفائدة دائما او عادة usually عادة عم بطلع طلوع سلوبينج ابورد. هيها واحد، هيها واحد كمان. ذا لونجر بوند تيرم، لو مده السند بوند تيرم، ذا مور تايم انترست ريت فولاتيليتي مي افكت ذا بوند برايس، يعني كل ما طالت المده بصير تذبذب الانترست عم بتاثر على قيمه السند. And the more sensitive its price is to interest rate changes، وبصير حساسية سعر ذلك السند للتغيرات في سعر الفائدة. بعطي مثال بسيط، إذا كانت السند من النوع اللي increasing مع الزمن، نفترض 10% بعدين 15 بعدين 20، أوكي، وبعدين اكتشفنا أنه later on الفائدة نزلت بالسوق، إذا هذا بزيد قيمته، السند بزيد قيمته بغلاء. ليه؟ لأنه عم بيجيب لك 10 و15 و20. إذا العكس صار، صارت الفائدة 30، ما نفترض افتراض، إذا 10 و15 و20 معناته ما عاد يجيب لك إيرادات كثير، السند برخص. هاي فكرة إنه the longer a bond's term the more time interest rate volatility، تتذبذب الفائدة اللي بالسوق مش فائدة السند، فائدة السند معروفة volatility may reflect a bond price، بتنعكس الفائدة اللي بالسوق تنعكس على سعر، لأنه البند هذا عم بعطيه 10 15 20، 10 بأول 10 سنين، 15 بالعشر السنين الباقية الثانية، و20 بالسنة بالعشر سنين الأخريات، لكن بالسوق الآن طلعت الفائدة 30 من أول 10 سنين، شو بصير؟ هذا قيمته بتنخفض. ليه؟ لأنه ما عم بعطي نفس الفائدة تبع السوق، بافتراض أنه الفرضية صح. بالمقابل إذا نزلت الفائدة وصار كساد وكذا، هو عم بعطي قاعد 10 و15 20، قيمته بتزيد، لا عم مصدر ربح غير شكل بالنسبة للمستثمرين. طيب
اثنين، the interest rate is also affected by inflation expectation. كمان الفائدة تتأثر بتوقعات الانفليشن، التضخم، وهي انخفاض القوة الشرائية للعملة. Among other factors، بين عناصر أخرى، the lower or higher the expected inflation، يعني كل ما الانفليشن lower نزل أو ارتفع، the lower interest rate، تنزل الانترست ريت أو ترتفع. يعني إذا كان الانفليشن بنزل الانترست ريت لازم تنزل، وإذا كان الانفليشن بيرتفع الانترست ريت لازم ترتفع. فإذا بدك تتوقع وتعمل سند، شركة تطرح سند للسوق وفي توقعات انه انفليشن عالي راح يصير، بقول لك اعطيني فائدة كبيرة لانه العملة بتنقص، واذا في كساد بقبل بفائدة قليلة، وهكذا. هذه الفكرة الاساسية بهالموضوع. طبعا انا بشكل عام دائما جاهز لاي اسئلة فيما لو تيجين بتعليقات ولا على الخاص ولا هيك شيء. اوكي نكمل. بوند فالويشن، كيف نقيم البوند؟ هلا حكيناها بقضية السعر تبع الفائدة. Primary concern، الاهتمام الابتدائي of a bond issuer، الذي يصدر البند اللي هي الشركة، is the amount of cash، وقيمة الكاش that she will he will receive from investors on the day the bonds are sold، بوقت بيع السند، طرح السند بالسوق. إذا الاهتمام الأول إنه إحنا بدنا نطرح سند، الشركة بدها تطرح سند، بدها تأخذ مقابلها سند فلوس كاش. أوكي؟ إذا اهتمام الشركة بدها كاش، مقابل شو؟ إنه الانفستر يدفع لها الكاش مقابل نعطيه سند عليه فائدة. This amount is equal to the present value of the cash flows. هذه الكاش اللي باخذه أنا بالشركة، بتاخذه الشركة من الانفستر، ها؟ يساوي القيمة الحالية of cash flows associated with the bonds discounted at the interest rate prevailing، يساوي القيمة الحالية للفوائد التي ستقوم الشركة بدفعها إلى البند هولدر المستثمر، أوكي، على مدى مدة عقد السند، باستخدام at the interest rate prevailing in the market، بسعر السوق، بالفائدة بسعر السوق، يعني باستخدام الفائدة تبع سعر السوق مش فائدة السند، بفائدة السوق in the market at the time، بالوقت called a market rate or effective rate. إذا بوقت إصدار السند في فائدة، يا بسموها market rate سعر السوق، فائدة السوق، يا بسموها effective rate اللي هي الفائدة الفعلية أو النسبة الفعلية، أوكي، اللي هي نفسها prevailing rate prevailing in the market. طيب طبعا في مثال بعد شوي حنشوفه، ايوه حنفهم الموضوع بشكل افضل. اذا بنقول the cash flow associated with the bonds are، الكاش اللي بيجينا اللي هو الفيس اماونت قيمة السند and interest payment والفائدة. إذا الكاش فلو يساوي رقمين، رقم اسمه الفيس أمانت ورقم اسمه الكاش الانترست بيمنت. Using the effective interest rate method اللي هو هاي الإفكتيف انترست ريت اللي بالسوق، ensures that، تؤكد that the bonds yield at to maturity، أي أن السند يعطينا حتى تاريخ استحقاقه بعد 10 سنين 15 سنة، that is their ultimate rate of return to the investor. شو؟ ها. That is their ultimate rate of return to the investor. وكأنها النسبة أو الفائدة النهائية بالنسبة للمستثمر. Is equal to the rate of return prevailing in the market at the time of the sale. هي نفس الفائدة التي موجودة بوقت إصدار السند بالسوق. للأسف المفروض يبدأ هو بالكتاب بالمثال وبعدين يطرح ما يريد، يعطينا كالكوليشن بعدين يطرح اللي بده اياه، يصير الأمر مفهوم أكثر. Using the effective rate اللي هي هون market rate or effective rate or prevailing rate to determine the bonds present value also ensures اللي هي القيمة الحالية. كيف طبعا بدنا نطلع القيمة الحالية؟ في جداول في الابندكس تبع الكتاب، في جداول انا جبتها هعملها هايبر لينك اشوفها الحين،
في جوله يسموها القيمه الحاليه لدفعه سنويه او لدفعه بسموها انويتي، على اساس انه الفائده تدفع بشكل انويتي متكرر، وسنجل على اساس انه الماتشوريتي بعد 20 سنه في مبلغ واحد سيدفع، حنيجيها بعد شوي. اذا using the effective rate to determine the bond's present value also ensures that upon maturity they will be valued at their face amount. حتى وقت استحقاق ذلك السند سيتم present value will also ensure that upon maturity they will be valued at their face amount. بمعنى انه المبلغ الذي سيتم دفعه على الاقساط بفوائد وكذلك القيمة at the end of the period بتعادل مع بعض. يعني القيمة الآن بأخذتها الشركة تساوي القيمة present value للمبالغ التي سوف تدفعها على فوائد على دفعات زائد القيمة الحالية للسنجل فاليو اللي حتدفعها بنهاية 20 سنة لحامل السند. هذول بيطلعوا قد بعض. هيك الكلام المكتوب باستخدام الافكتيف ريت. خلينا نشوف. طبعا في فائدتين، فائدة افكتيف ريت وفي فائدة سند. حنشوف الآن الوضع كيف راح يكون واضح أكثر إن شاء الله. This present value calculation can result in a cash proceed equal to the less to less than or greater than the face amount of the bonds. القيمة هاي اللي حنستلمها قد تساوي وقد تكون أكبر وقد تكون أقل. طبعا أنا من هلا بعطيك الفكرة ليش؟ إنه السند بيكون عليه مثلا 6% والفائدة اللي بالسوق بنتعامل معها على أساس إنها مثلا 8%، إذا فائدة السوق 8 مين حيشتري منك سند بيعطي 6 ويترك الاستثمارات برا ب 8%؟ إذا شو بدك تعطي؟ بتقول له يا عم اعطيني مشان الله اعطيني اقل من قيمه السند من الفيس فاليو، بتعطي ديسكاونت، اعطيني اقل وخلص ومشي. اذا هذا ديسكاونت. اذا العكس، السند عليه 6 اوكي لكن الفائده بالسوق ب4 بيجوا بصفوا طابور عليك، تقول لا تدفع زياده بريميوم زياده. ليه؟ لانه سندك بيعطي اكثر من السوق. اذا اعطى سندك اكثر من السوق بدك تاخذ بريميوم، انت بتاخذ اكثر من الفيس فاليو، واذا سندك بيعطي اقل من السوق بدك تعطي ديسكاونت وبتاخذ اقل مما قيمه الفيس فاليو. حنشوف الموضوع هون. اذا ايكوال اور، او اذا الفائده تبعتك تساوي تبعت السند تساوي الفائده بالسوق، لا بتاخذ زياده ولا نقصان، بيعطوك ال 100,000 بترجعهم من ال 100,000 وفوائدين. اذا equal or less than or greater than the face amount of the bond اللي هي القيمة مكتوبة على وجه السند depending on the relationship of the bond stated rate of interest to the market rate اللي هي البند عليه فائدة مكتوبة 6% والماركت ريت عليها 8% اذا بتقارن 6 مع 8 الماركت بيعطي اكرم منك اذا انت بدك تعمل ديسكاونت اذا 6 والماركت بيعطيش غير 4 إذا أنت أكرم منه بدك تأخذ بريميوم مسبقا. إذا 6 والماركت 6 بتعطي خلاص بتأخذ نفس القيمة نفس الفيس أماونت. If the bonds stated rate equals the market rate هاي متساوية. At the time of sale بوقت البيع the present value of the bonds will exactly equal the face amount. إذا القيمة ستتساوى مع الـ present value اللي هي الفوائد زائد السنجل. طبعا هلا بعد ما نروح على المثال ارجع اقرا النص من جديد او شوف الفيديو من جديد. And the bonds are said to be sold at par. اذا بيع البند بقيمته الاسميه at par بس. وهذه حاله شاذ نادره ما تحصل انه دائما بتساوي مع بعض. However for the coupon rate to precisely match the market rate at the time the bonds are ready for sale. إذا هذه نادرا ما تتساوى، لاحظ اللي هي فائدة السند مع فائدة السوق، نادرا ما تتساوى وبالتالي بيطلعوا القيمتين متساويتين. هذا الكلام راح نشوف منطقيته بعد شوي بالمثال. If the bond stated rate is lower than the market rate. إذا البند بيعطي 6% والماركت بيعطي 8 مين حيجيك؟ بدك تضطر تعطي خصم.
investors must be offered an incentive, يعني أعطيه خصم حفزه مشان بدال المية أعطيني 80 يا أخي وريحني. To buy the bonds مشان يشتري البند أعطيه خصم حفزه incentive يعني خصم. مش معناه الانسنتيف لغويا خصم، يعني يقول له يا عمي اقول لك اخصم لك شوي وتعال، يعني هذا تحفيز اسمه. Since the bonds periodic interest payments are lower than those currently available in the market، لانه السند بيعطي اقل من، يعني كانك بدك مشان اقرب لك اياها، شقه عم تعطي اجره 100 دينار وانما الشقق الثاني بتعطي أجرة 200 دينار، مين بده يشتريها منك هاي؟ فبدك تضطر تعطي خصم بقيمة الشقة مشان يشتروها، لأن بتعطيش غير 100، وقع العقد ل 30 سنة. أما شقة بتعطي 500 دينار والسوق ب 300 دينار، الكل بصف طابور مشان يشتريها، لأن العبرة في الانترست، في العطاء، في الأجرة. تقريب بس. In this case, the issuer receives less cash than the par value and the bonds are said to be sold at a discount. إذا بتقول له بغريك تعال بدل ال 100 اعطيني 80 يا عمي. ليش؟ لأن ال 20 هذول مقابل إيه؟ مقابل إنه سندك ما عم بيعطي فائدة زي السوق. هذا المثال توضيحي ورائع جدا. Issuance bonds and discount اللي هو السندات. إصدار السندات بديسكاونت. طيب example 3-1 an entity issues 206% 5 years or year 5000 bonds. إذن أصدروا أو بدها تصدر 200 bond فائدة 6% لمدة 5 سنين، تمام؟ قيمة البند 5000، يعني 200 في 5000. When the prevailing interest rate in the market كانت الفائدة بالسوق تساوي 8%، مين حيشتري؟ انت بتعطي بست وهو بالسوق 8، إذا لازم تعطي ديسكاونت، لازم تغري، لازم تحفز. The total face amount of bonds issued is therefore 1 million. بدك تضرب 5000 هيها في 200 بيطلع عندنا مليون دولار الفيس amount. Annual cash interest payments حتكون كم؟ ما هو السند ب 6%، مليون في 6% بيطلع 60,000. هيا 60,000 مليون في 6%. Will be made at the end of each year، بنهاية كل سنة الانفستر بده 60,000. The present value of the cash flows، القيمة الحالية للكاش فلوز associated with this bond issue اللي هو 6% 200 ب 5000 discounted at the market rate of 8%، لانه السوق بيعطي 8%، حنستخدم 8% من قوائم من جداول القيمه الحاليه is calculated as follows. طبعا عندنا مبلغين بدنا نسدد، مبلغ بسموه البرنسيبل اللي هو مره واحده المليون باخر 5 سنين، وفي مبلغ ثاني بتكرر كل اخر سنه اللي هو الفائده اللي هي 60,000. لذلك بدروا على القيمة الحالية لسنجل دولار، دولار كأنه دولار بتكرر 5 سنين، إذا القيمة الحالية هيها طبعا مشان أبعد عن الصورة سوري طولوا بالكم علي، أبعدت عن الصورة حرق حريشك. هاي الصورة بعيدة الآن. قديش المدة؟ 5 سنين. هاي 5 سنين. قديش الفائدة؟ اتفقنا 8%، هاي 8%. إذا بنروح جدول القيمة الحالية بفائدة السوق وليس بفائدة السنة، فائدة السنة معروفة. إذا 8% هيها لمدة 5 سنين، الرقم اللي بناخذه لسنجل هيو شوف present value of 1 دولار، شايفينها 1 دولار، 1 دولار حيجي مرة واحدة بعد 5 سنين، قديش قيمته الحالية الآن؟ هاي 5 سنين، هاي 5 سنين، وهاي 8%،
6.681 يعني 68 سنت وواحد واحد، تمام؟ اوكي؟ طيب حروح هاي سوري سوري هون انا هون انا بالصفحه هاي. اذا الست ثمانية هيها شفناها قبل شوي، ارجع لها بالفيديو انت. ست ثمانية طبعا هو ماخذ خمس ارقام، الخمسة والثمانية بتقرب الواحد بصير ست ثمانية واحد. صاحبنا بالقائمة مقربها لواحد، ست ثمانية واحد، اضربها في المليون، قيمة المليون بعد خمس سنين تساوي الآن 680,580 دولار، بناء على جداول القيمة الحالية. هيها هيها 681 هذا شايفينها 681 هاي 8% وهي عندي خمس سنين. الآن بدنا نحسب رقم ثاني اللي هو الفائدة التي ستدفعها الشركة بنهاية كل سنة لمدة خمس سنين، اسمها أنويتي. ليه؟ لأنها كل سنة أنول أنول أنول، بناء على شو؟ بناء على فائدة السند. فائدة السند 100 مليون في 60% بيطلع 60,000، إذا كل سنة بتدفع 60,000. ال 60,000 هذول مخصومين بمعنى بالقيمة الحالية لدولار حيتكرر خمس سنين خمس مرات. بدنا نروح على جدول القيمة الحالية، هذا بيطلع معي 3.992 هي. هاي شوفوا ordinary annuity ordinary annuity هيا ordinary annuity ايه ordinary annuity 8% لخمس سنين 3.993. إذا قيمة الدولار الذي يدفع بنهاية كل سنة لمدة خمس مرات قيمته الآن 3.8 وينها؟ آه 3.99 8% وخمس سنين صح؟ آه هي خمس سنين وهي 8% 3.993. روح على المسألة هيها اوكي هاي المسألة ديسكاونت عنواننا 3.99 طبعا هنا 2.71 قربها صارت 3 تضربها ب 60,000 بيطلع 239,563 راوندد وبعدين تجمعهم بيطلع 920,143 اذا هذا المبلغ القيمة الحالية للدفعة اللي بدنا نسددها بعد خمس سنين بقيمة مليون زائد الفائدة التي ستنتج 60,000 تتكرر لمدة خمس سنوات قيمة الحالية 920,000 920 يا عم انت معطيني فلوس ب 920 اذا لابد من ان يكون هناك ديسكاونت. ليه؟ لانه فائدة السوق اعلى من فائدتك. اذا انت بتعطيه زي السوق شو مجربهم مجبرهم يجوا عندك يشتروا سنداتك او يكتتبوا بسنداتك. اذا هون تضطر تعطي ديسكاونت. اوكي؟ اذا الجواب 920,143 بس انت بدك ال 6 مليون. اذا هلها بهيها بيكوز ذا بونز ار ايشود ات ديسكاونت، اذا في ديسكاونت بين المليون وال 920. ذا كاش بروسيد ار ليس ذان ذا افيس اماونت، اذا الكاش حيكون فرق بين ال 920,143 ل 100 لمليون. هيو The issue will record the following entry. شو استلمت يا عمي؟ كاش. Present value of cash flow هاي 920,143. قديش بدك السد؟ كل المبلغ. مليون فيس اماونت. قديش الفرقية؟ Discount on bonds payable difference الفرقية بيناتهم discount. وهذه يتم استهلاكها. طبعا بدك تاخذ تفاصيل أكثر ارجع لشابتر 1 2 3 ما أدري بالضبط بأي شابتر
يمكن 3، وبتروح هناك تقرا بالبارت الاول كيف بتتم عمليه، ايش عمليه الاستهلاك، لا هذه اللي هي الديسكاونت اون بونز بيبل على اساس سنوات، لانه هاي عباره عن مصاريف مؤجله زيها زي المصاريف المؤجله. تمام، خلصنا من هاي. ليه هنا في ديسكاونت؟ لانه احنا بنعطي اقل من السوق، احنا مش كرماء، السوق اكرم مننا، بدنا نغريهم تعالوا، بنحفزهم تعالوا بنعطيكم ديسكاونت. اعطيناهم ديسكاونت 79,857، هذا القيد المحاسبي اللي بنعمل. طيب الخيار الثاني، if the bonds stated rate is higher than the market rate. الفائدة بالبند 8% والسوق بعطي بس 6، higher than the market rate. إذا البند بعطي 8 والسوق بعطي 6، شو يعني ناس؟ يعني أنا كريم، معناته بيجوا بصفوا عندي على الدور، بقول لا ادفعوا بريميوم زيادة. Investors are willing to pay more for the bonds، بيدفعوا أكثر لأنه مغري، بيعطي إيرادات أكثر، بحلب أكثر. Since their periodic interest payments are higher than those currently available in the market، لأنه أنت بتعطي 8 السوق ما بعطيش غير 6. In this case the issuer receives more cash than par value. إذا هنا لما بتحسب القيمة الحالية للفائدة والقيمة الحالية للفيس أماونت اللي هو الماتوريتي ات ماتوريتي ديت، and the bonds are said to be sold at a premium، إذا في عندنا زيادة. خلنا نشوف المسألة. An entity issues 208% 5 years 5000 bonds where the prevailing interest rate of the market in the market is 6. إذا أنت أكرم من السوق. The total face amount of the bonds issued is therefore، بدك تضرب 5 في 200 بيطلع مليون، هيا مليون هذه الفيس اماونت. The annual cash interest payment of 80، بدك تصير تدفع شهريا سنويا شك ب 80,000، بينما غيرك بدفع 60,000، شايف قليله بدفع 80,000، مليون في 6.8% بيطلع 80,000. will be made at the end of each year، ستدفع بنهاية كل سنة. طب هاي إلها قيمة حالية؟ إلها قيمة حالية. The present value of cash flows associated with this bond issue discounted at the market rate of 6% تبعات السوق، بتخصمها دائما تبعات السوق، is calculated as follows. هاي أنا بدي أروح على نفس الصفحة. إذا بدي أشتغل على شو؟ على شو؟ على فائدة 6%، تمام، والفيس اماونت مليون، يعني مرة واحدة حتدفع 6 مليون بنهاية الخمس سنين. إذا بدك تروح على 6% وخمس سنين. يلا حروح هون، هيها بهدوء، ما ادري ليش بصير معي هيك. هيها ايه. اذا يا سيدي العزيز 6% وخمس سنين 7.47، بتضرب المليون ب 7.747، يعني الدولار بعد خمس سنين قيمته الان 74 سنت و7 من 10، 74 سنت و7 من 10 او 7.47 من الدولار. اذا وين بنروح؟ بنضربهم بالمليون. هاي مليون في 7.47، طبعا هون مقرب 2.6 مش مشكله، بيطلع 747,260. كمان بروح على الشيك اللي بضربه بدفعه بنهايه كل سنه قيمته 80,000، اللي هو المليون في 8%، هيو 80,000، بضربه بكم؟ القيمة الحالية لدولار، يتكرر أنوتي، يتكرر خمس سنوات at the end of the period. بروح على القائمة هاي، جبتها أنا من الكتاب طبعا هاي القائمة. أوكي هاي
هاي 6%، وهاي 5 سنين، هذا 5، وهاي 6%، لأنه فائدة السوق 6%، كده بتطلع 4.212. هاي 4.212 ب 80,000، بطلع 336,989. كاش بروسيد فروم بوند ايشو 1,084,249. كأنك بتجبرهم يدفعوا بريميوم زيادة فوق المليون، انت بدك تعطيهم بس مليون، اذا دفعوا لك زيادة. هذه شو قصتها؟ هذه قصتها مقابل الفائدة اللي بأخذوها اكثر من السوق منك. اذا هيها because the bonds are issued at premium، هذول اسمهم premium، ال 84,249 premium زيادة. The cash proceed exceed the face amount، اللي هو المليون و 84,249 أكبر من المليون، إذا هذا premium. The issuer records the following entry، يسجل الشركة اللي تصدر السندات تسجل القيد التالي، كديش استلمت؟ مليون و 84,249. بدها تسد قديش؟ bonds payable مليون. الفرق قديش؟ بريميوم هاي 84، وهذه تعملها ديسكاونتنج، قصدي امورتايز، تو بي امورتايز اوفر الفايف ييرز، على اساس انها تصير ايرادات، تعويض لك مقابل ايه؟ الفائده اللي بتدفعها انت اكثر مما يدفع السوق، تعويضات، تتحول من رقم معين بصير تعمل امورتايزيشن على. بدك تروح؟ روح على شابتر 3 في البارت الاول، سي ام اي 2020 مشروح عندي بالفيديوهات الجديده تبعت 2020. اذا بهكذا بنكون عملنا البريميوم، وقبل شوي عملنا الديسكاونت. الان عندي معلومه هون، وطبعا قد بعض شرحناها، انه والله قد بعض ما بدهاش معالجه اوكي، لكن في هون معلومه مدخل لي اياها ما كانت تمر معانا، لكن sometimes the issue price is an exact percentage of the face amount. ما بدخلكيش متاهات انه بدك تحسب قيمه حاليه وكذا، بقول لك 97%. in these cases the bond are said to be sold for example 97% او يا 97% من قيمه السند، او 98 من، او 101، هذول فيهم ديسكاونت، و101 فيها بريميوم، و102 فيها بريميوم. ليش هذول فيهم؟ لانه في ديسكاونت. ليش هذول فيهم؟ لانه فيهم بريميوم. ما اعطاكيش ال100 لانه ال100 عالجناها انه فيس تو فيس، يعني قد بعضهم البعض، وبالتالي لا زائد ولا ناقص. كونفرتبل بونز، شو يعني هلا البونز؟ مرات بكون بقى ب ب ب ب ب ب ب عقد الاصدار، الاندنشر تبعه، العقد تبعه بيكون صادر بحيث انه يكون قابل للتحول الى كومون حسب طلب الانفستر. كونفرتبل ديبت مي بي اكسشينج فور كومون ستوك فور ذا اوف ذا اشور، مرات مشان نريح بنقول له يا سيدي بدك تصير مساهم، اهلا وسهلا، بعد مرور كذا سنه مثلا، او باي وقت بدك، ماشي الحال. The formula for the conversion ratio is the par value of the convertible bonds divided by the conversion risk. كيف بدنا نحسبها؟ قديش البار فاليو تبع الكونفرتبل بوند؟ 10 دولارات. قديش السهم قيمته؟ 50. اذا شو معناته؟ سهمك بيساوي او سندك بيساوي 20% من قيمه السهم، هاي conversion ratio. عندك 100، شو بغطي لك؟ 20 سهم. عندك 100 سند بغطي لك 20 سهم، يعني 20%. عندك 1000 بغطي لك 200، وهكذا. انا حطيت الارقام بس مشان اوضح الفكره. Interest on bond paid more often than annually، مرات البند بندفعش الفائده تبعته بنهايه السنه، بتندفع 6 اشهر، كل 6 اشهر مره. كيف بده يعالجها؟ Some bonds may be interest may pay interest، يدفع فوائد، more often than annually، عادة أكثر مما يدفع سنوي، or يعني مثالا semi annually، كل 6 أشهر مرة. The accounting for these bonds is based on the number of periods in which interest is paid. المحاسبة للتعامل مع هذه البونز تتعامل على أساس إنه قديش بالسنة البيريود، 6 أشهر، كل 6 أشهر معناته 4 فترات،
كل 6 أشهر معناته فترتين. The interest rates on bonds are provided on an annual basis. إذن الفائدة دائما تعطى على أساس سنوي، المكتوبة سنوي. For the sake of simplicity، مشان نسهل القصة وكيف نحسب، the stated rate and market effective interest rate that apply to each period can be calculated as follows. طب أنا بشتغل سنوي بس بدفع 6 أشهر، شو معناته؟ بقول interest rate on annual basis على number of times interest is paid per year، يعني إذا كل 6 أشهر معناته مرتين، بقسم مع 2 الفائدة 6% بقسم مع 2 بصير 3%، 8 بقسم مع 2 بصير 4%، إذا عندي 4 مرات يعني كل 3 أشهر، وهذه طبعا صعبة، بقسم على 4 ما في مشكلة. أوكي؟ طيب نكمل. هذا المثال معطينا إياه مشان يقول لك سيمي أنوال انترست، فائدة نصف سنوي. On January 1st, year 1، بداية جانيوري السنة الأولى، إيفاكو issued 5 year 6% 100,000 bonds. إذا سند واحد 6% لمدة 5 سنوات. The bonds pay interest semi-annually، بدفع فائدة كل 6 أشهر مرة، نصف سنوي. On July and December، بجولاي 1 الشهر بكون مرة 6 أشهر، وبديسمبر 31 مرة 6 أشهر بيدفعوا فوائد. The bonds were issued to yield 10%، الفائدة السنوية 10%. Thus the market rate on the day of issuance was 10%. مشان ما يغلبكيش ويعقد الموضوع بدون ديسكاونت وبدون بريميوم، قال لك الفائدة تبعت السوق برضو 10%، زيها زي فائدة السند. Because interest is paid twice a year، تدفع الفائدة مرتين بالسنة. The interest is paid over 10 times، 10 مرات، 5 سنين ضرب 2، هي المدة هون كم؟ 5 سنين، إذا بده يدفعها على أساس إنه كان 10. سيمي أنوال بيريود، كان 10 فترات سيمي أنوال. شو بعمل؟ The stated and effective interest rate on each period are 3%، قسم 6% هذه على 2، وال5% سوري أنا ما أدركتها، هاي 6 تبعت البند، 6% والسوق 10%، ما في مشكلة، يعني أنا ما ذكرتش هذه، إذا لا ما في تطابق، بس القصة إنه 6% هون على السند، وهنا 10% الفائدة تبعت السوق، فراح قسمهم 6% تقسيم 2 3% تبعت السند، و 5% تبعت السوق على 2 بيطلعوا 10% على 2 بيطلعوا 5% تبعت مين؟ تبعت الإفكتيف انترست ريت، تبعت الماركت ريت، مش مختلفين. The proceeds from the bonds equal to the present value، الناتج من البند يساوي البريزنت فاليو of the cash flows associated with the bond issue. نفس القصة، الكاش اللي بدنا احنا نصير ندفعه على سواء interest ولا الفيس اماونت اللي هي الماتوريتي ديت. الماتوريتي اماونت. These proceeds are calculated based on the following information، حسب البيانات التالية وحسب السؤال. كم periods؟ عندنا 10 periods، لأنه الخمس سنين صارت ستة، يعني كل كم 6 أشهر فيها مرتين، يعني 10، يعني 5 × 2 بصير 10 فترات 6 أشهر، 10 periods. stated rate تبعتها تبعت مين؟ تبعت البند 3%، لأنه قسمنا 3 × 6 × 2 × 3، والكاش interest payment each period يساوي قديش؟ 100,000 في 3%، بترجع تحسب بال3% هاي تبعت 6%، هيها بتضرب ال100,000 بدل ما تضرب 6% بتضرب ب3%، لأنه كل 3 أشهر كل 6 أشهر مرة. and market effective rate تساوي 5% تبعت الإفكتيف انترست ريت تبعت الماركت. مشان نروح فين وين هنا؟ على مين؟ على القوائم تبعت الجداول أو الجداول القيمة الحالية. طيب bonds face bond ايش هذا bond face amount
100,000 multiply by the present value of $1 at 5% لنص العشرة for 10 period. بتروح تتحايل على السؤال وبتروح على القوائم الجداول القيمة الحالية، تمام؟ single، لاحظ بس ما بتروح على 10%، بتروح على 5% نص العشرة، بس بتروح على ضعف المدة، بدل 5 سنين 10 سنين. يلا هيا نروح كده، بيطلع 0.614 حنشوفها. هيا اذا يا سيدي العزيز، خلينا اعمل هاي هيك. وين بنروح؟ هذا سنجل طبعا اماونت، بروح على العشر سنين والقديش والخمسة بالمية. هاي شايفة، وهاي العشر سنين، خمس سنين ضربناهم باثنين فين 10 مرات 6 أشهر، والعشرة بالمية قسمناها على 2 لأنه الفائدة كل 6 أشهر بتصير 5%. إذا بطلع الرقم، وينها 5%، هي 6.14 نقطة، طبعا نقطة 6.14. هاي وينها؟ خليني أسكر هذول لأنه هذول بيمنعوا الماوس يتحرك. هيها 6.14، تضرب 100,000 6.14 بيطلع 61,400. على وين بتروح؟ بتروح على الفائدة اللي كل 6 أشهر مرة. هيها 100,000 في 6% في نص، هيها 3,000 annual cash interest 3,000 multiply by كل 6 أشهر، طبعا بنهاية كل 6 أشهر multiply by the present value of the ordinary annuity of one. ordinary بتتكرر، يعني معناته بيطلع أكثر من واحد. خلينا نشوفها، هاي 3% وعشر سنين. هاي أنا هيك شايف الوضع، هاي 10 سنين ونص 6%، 3%، وهاي 10 سنين. إذا 8.530، 8.530. يلا نروح على هاي. لا طلعت معي 7. سوري، 3,000 بفائدة السوق 5%، أرجع لها. 3,000 هي 5% فائدة السوق وعشر سنين، هيها 7.722. أوكي؟ لأنه أنا 6% تحسب و 3% تحسب مشان طلع الشيك اللي بدنا ندفعه للمساهمين، للمكتتبين بالسندات. اما دائما نستخدم فائدة السوق بهذا الجدول اللي هو جدول القيمة الحالية. اذا هيها 5% وعشر سنين 7.722. يلا هيا 7.722 نضربها بال3000 اللي بناء على عليها طلعنا على فائدة السوق هذه اللي هي 3% في 100,000، 3000 بيطلع عندي 23,166. نجمعهن مع بعض بيطلع 84,566. الفرق بينها وبين ال 100,000 معناته في عندي ديسكاونت، بيج ديسكاونت. اذا قبضنا كاش 84,566، والبوندز بيبل بدنا ندفع 100,000، اذا الفرق بيناتهم ديسكاونت اون بوند اند بوندز بيبل 15,434. طبعا هذه تو بي امورتايز اوفر ذا بيريود، كل 6 أشهر بتعمل امورتايزيشن مره، بحيث انك طبعا ارجع للجدول اللي هو شابتر 3 اعتقد من البارت الاول، كيف تعمل امورتايزيشن. بتتقسم مشان هذه تعتبر مصاريف مؤجله. ليش مصاريف؟ لانك انت عم بتدفع بس 6% والسوق بيدفع 10%. اوكي،
معناته انت يعني بمعنى بدك تغريهم، فانت قبلت تعطيهم الاغراء الانسنتيف، فهذه البيج ديسكاونت اللي هو 15,434 يجب ان يتحول الى مصاريف، مصاريف إلى علاقة بالإنترست إكسبنس، بس مش الإنترست إكسبنس تبعت الستة بالمئة، وإنما إلى علاقة بسموها الأمورتايزيشن أوف إيش أوف ديسكاونت أو ديسكاونت أمورتايزيشن. طيب هلا بنهاية السنة شو بيعملوا؟ إنترست إكسبنس هيها ضرب الـ 84,566 في 5% اللي هي نصف فائدة السوق على 6 أشهر، هيا مش بنهاية السنة سوري، هاي بنهاية الفترة الأولى 6 أشهر الأولانيات، ضربها طلع الرقم هذا تمام. انت هيك بدك سد 3000، اذا هذا اللي هو الفرق بين هذا الرقم اللي وقت تحمله على الانترست اكسبنس بصير يقفل في الديسكاونت اون بونز بيبل، هيو تو بي امورتايز، هذا بصير يقفل بهذا، هذا مصروف وهذا دائن، وبصير يخف حتى هذا يصير صفر، والبريميوم بيكون دائن بصير يخف حتى يصير صفر، وهكذا. وبنكون احنا ان شاء الله حلينا هالمشاكل هذه تبعت اللي هي البونز بشكل عام، واعتقد انه خلصنا المطلوب، وهذا الفيديو تبع اللي هي المالتيبل تشويسز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.